صباحكم يا رب، صباح الخير. من محطة كونغس تريد جوردن، من أجمل المحطات ومن أجمل المناطق في مدينة ستوكهولم. هاي المحطة يا إخواني الكرام عبارة عن متحف. محطة كونغس تريد جوردن بعيدة محطة واحدة من وسط عاصمة مدينة ستوكهولم. هاي المحطة عبارة عن متحف. هلا بنفرجيكم هاي المحطة. صباح الخير، صباحكم أحلى صباح، صباح النور، صباح الورد. إن شاء الله يوم سعيد علينا وعليكم. خلصنا شغل، قلنا نتمشى كالعادة، انتو عارفين هاي ومورن. فإحنا كالعادة نحب شوي هيك بعد العمل نعمل جولة، جولة تمشاي. اكتبوا لنا من وين بتتابعوا، خلينا نتعرف على الأصدقاء من مختلف الدول عشان ندردش ونحكي، نحكي لكم جولة سياحية، نحكي شوي بالسياحة أحسن، لأنه إذا حكينا بالسياسة بتزعلوا. فهاي المحطة من المحطات اللي بتقدروا تعتبروها متحف، وهاي المحطة يقصدها كثير من السواح من أجل التصوير، واخد صور في هذا المكان، في هذه المحطة الرائعة في مدينة ستوكهولم. صباح الخير، صباح النور. يا ريت كل واحد بدخل يكتب لنا من أي بلد ويكبس لنا على الشاشة، وادخلنا على قناة اليوتيوب، ادعمنا بقناة اليوتيوب، قناة اليوتيوب الرابط بالبايو. اقرأ قصة سفري إلى السويد، تفرج على الصور اللي على جوجل، عندنا صور كتير، آلاف الصور، أكثر من 21 مليون مشاهدة على صور جوجل. سافرنا أكثر من بلد في أوروبا، فنلند، نروي. احنا نفرجيكم هنا شوي المحطة بالجهة الثانية أجمل، بس نفرجيكم هنا شوي وبعدين نرجع نروح على الجهة الثانية، فخليكم معنا. فزي ما حكيت لكم هاي المحطة عبارة عن متحف. مدينة ستوكهولم، في حدا ساكن بستوكهولم؟ شاركونا شو أجمل مدينة زرتها، أجمل مدينة هيك تشعر إنه أنت مشتاق إلها، حاب ترد ترجع إلها، في لك ذكريات حلوة. صبح صبح يا جميل. طبعا هون في حديقة برا ومكان للتزلج، فالمنطقة هاي بعيدة محطة واحدة من وسط العاصمة. خلينا ناخذكم على الجهة هاي اللي هون ونكمل جولتنا الصباحية. صباح الخير، يسعد صباحكم بكل خير يا رب. من كونغز تريد جوردن، محطة كونغز تريد جوردن. خليكم شوي مجال للتأمل في هاي المحطة الرائعة جدا في مدينة ستوكهولم. شو أكثر إشي لفت انتباهك واحكولنا وأنت بتتفرج؟ شاركونا شو أشياء أنت هيك بتشوفها تلامس مشاعرك، أحاسيسك، الإبداع الفني. طبعا هاي بتروح على بلو لينيا، بتروح على أكالا أو بتروح على هيولستا، محطة واحدة إلى سنتر ستوكهولم. يعني احنا بعيدين دقائق مشي، 5 دقائق، 5 دقائق إلى، تمشي لك 5 دقائق، 10 دقائق بتكون بوسط العاصمة. احنا نروح نمر هلأ، نطلع نمر على ساحة التزلج وساحة الحديقة تبعت الكونغ ستريت جوردون. في فندق هناك مقابل الحديقة. يا ريت بس تشاركونا من وين بتتابعوا، خلينا نتعرف عليكم.
احنا يا اخوان الكرام يعني صرنا سنوات طويلة عايشين بالسويد، بنحب نشارككم هاي اللحظات والجولات يعني اخوان الكرام، انا لما سافرت على السويد او على اوروبا بتمر على الانسان لحظات انه ممكن ما يلاقي صديق، ممكن وقت عمله يختلف عن وقت عمل الناس الاخرين، فلازم الانسان يعمل اشي. فيعني اكتشاف الطبيعة والجولات والروحة والجية نوعا ما يعني خلتني أشوف البلد وأتعرف على البلد، لأنه أكثر الناس مشغولين. يعني أنا دوامي غير عن دوام زوجتي، غير عن دوام أولادي، غير عن دوام أصدقائي. فإذا بدي أضلني قاعد في مكان معين خلاص حياة راح تصير مملة. هنفرجيكم هون المكان، هذا المكان الأكثر تصويراً. الصورة عندكم واضحة؟ فيلكن ستوكهولم كونغ ستريت غوردن، محطة حديقة الملك كونغ ملك ستريت غوردن. هذا نفرجيكم هون المحطة، هاي العالم. ما شاء الله ما شاء الله. تاك تاك. اهلا وسهلا. شوف البرميل هذا كيف حاطينه، يعني في حركات ابداعيه بين الصخور، المحطه كلها صخور يا اخوان الكرام. يعني كيف بنوها، يعني كيف حافظوا على الاثار اللي فيها، هاي الآثار الموجودة بالمحطة. هاي الآثار الرومانية. هاي المحطة جاي تحت الأرض بين الصخور فيها آثار. اهلا وسهلا، صباح الخير من كونغ ستريت غوردن. شو رأيكم بالمحطة؟ يعني حاولنا نصور لكم جولة سريعة. طبعاً لسه في جهة تانية ما لفينا فيها كلها كاملاً، بس ما الأغلب الآثار موجودة هون.
أهلا وسهلا، ويلكم فروم ستوكهولم، كوم ستريت جوردن. شاركونا من وين بتتابعوا اخواني الكرام؟ وير ار يو فروم؟ ويتش كونتري؟ ويتش لاند؟ اي ليف ان ستوكهولم نيرلي 16 ييرز، ان سويدن مور ذان 16 ييرز. Every day I walking in Stockholm. After work, before work, I work in station, train station, and another company. Tell me more about you. I have more than 21 million views in my Google photo. Arab Sweden, Google photo. More than 20 million views. I have also YouTube channel, more than 6,700 follower. I make every time live and I share it in my YouTube channel. I have Facebook, Instagram. I like to travel, I like walking, I like to take care of myself. My thinking, my life. I listen to podcast every day about life, about positive thinking, about psychology. Tell me more about you. Walking and talking from Stockholm. Oslo, welcome. I was in Norway in 2003. From 2003 to 2005, I was not in Oslo. I was in Meråker. You know Meråker? It is near to Trondheim. Trondheim, Stjørdal, Meråker. It is near to Sweden. 600. أهلا وسهلا. صباح الخير. هاي من المحطات. This is very famous station in Stockholm. We are here near to the city, near to the boat, near to the museum. أهلا وسهلا، صباح الخير، صباح النور، صباح الورد. إن شاء الله يوم سعيد علينا وعليكم. هاي شوية ثلج، بلش شوي شوي ثلج. نشوف ساحة التزلج بعدين نتمشى شوي هيك بالطريق من جنب الرويال بالاس. في ساحة التزلج بعدها شغالة في ستوكهولم. يا ريت تكبسونا على الشاشة وتنشروا البث، ويا ريت تدعمونا قناة اليوتيوب. في عندكم فوق لينك تري، تدخل على اللينك تري، واي موضوع حابين نحكي ندردش. احنا حكينا عن موضوع السياحه في السويد، طبعا اعداد قليله جدا من العرب بزوروا السويد، ممكن المعلومات المغلوطه عن السويد. السويد غاليه كاي بلد اخر زي النرويج، والنرويج اغلى، سويسرا لسه اغلى من السويد كمان. ففي معلومات ممكن مغلوطة عن هاي البلد، انه ما فيها ممكن اشياء كثيرة الواحد يمكن يعملها، او ممكن احنا العرب ما بنعرف. فقليل نادر ما اشوف سواح عرب خصوصا من دول الخليج العربي بيجوا على السويد. يعني باقي الدول العربية بتيجي عشان تشتغل، عشان تعيش، عشان اللجوء، لكن كسياحة
لا يوجد مثل فرنسا، مثل إسبانيا، مثل بريطانيا. يعني نادرا نادرا ما أشوف شخص عربي قادم إلى السويد سياحة، بالرغم إنه في أماكن يعني للإنسان اللي بحب يشوف شو فيها الدول الإسكندنافية، في أماكن حلوة. وهلا يعني نوعا ما إنه يعني دول الخليج العربي بيسافروا كتير إلى لندن، إلى باريس، إلى الشرق الأقصى. ويلكم تو سويدن، ستوكهولم. هل زرت ستوكهولم؟ anyone has visited Stockholm؟ معليش صار لها فترة مش حاكين انجليزي، فدخلت الهاف مع الهاز، هسه بطلع لنا واحد تبع القواعد الجراماتيك. هل زرت مدينة ستوكهولم؟ did you visited Stockholm before؟ what is your impression؟ what is your feeling؟ ما حد يسترجي يفوت على الدولة الاسكندنافية لأنه كله زومبي. والله هاي إشاعات، إحنا الدول العربية طلعنا إشاعات زومبي ومومبي. في طبيعة بتجنن خصوصا بالصيف، في أماكن للتزلج، بس إحنا مو عارفين، إحنا مو عارفين، أو معلوماتنا ناقصة، أو معلوماتنا مغلوطة. هي صحيح في دول أخرى يعني زي تركيا في أكتيفيتات كتيرة ورخيصة، بس السويد فيها كمان، بس احنا ما بنعرف المواقع، ما بنعرف الاماكن. في اماكن كتيرة لتزلج، لمتاحف، لرياضة، لصيد سمك، لركوب خيل. في انشطة كثيرة جدا، بس احنا معلوماتنا قليلة، او الناس اللي بتنشر خلص فكرة السوسيال والقصص هاي، فالعالم صار محبط ما بده يجي على السويد. هلا هون صالة التزلج، هي هلا الناس بتبلش جايين من المدارس، جايبين الطلاب، هاي الطلاب جايبين من المدارس. والله يا أخي الكريم أنت يعني نوعا ما، أنا صار لي عايش 16 سنة ما شفت، نادرا ما تمر معي حالة عنصرية، مقارنة باللي بنسمعه في دول أخرى. هلا ببلش الأولاد يتزلجوا، نفرجيكم شوي. فالمجتمع العربي كل ما حدا يواجه مشكلة بتلاقيه بروح على النت، أو بروح بيعمل له فيديو يوتيوب وبحاول ينشر خلص مظلمته. بلد تعبان وبلد عيان، في إيجابيات وفي سلبيات. ما بقول لك إن السويد بيرفكت ولا هي الأفضل، لكن الناس ممكن العرب كرهانين السويد عشان البرد في الأغلب، صعوبات الإقامات والقصص هاي، برغم إنه في أكثر من يمكن نص مليون عربي في السويد، أكثر من نص مليون. إذا إخواننا السوريين لوحدهم فوق 200,000، والعراقيين نفس القصة. في إيجابيات، الدراسة، العالم قاعد بتدرس ببلاش، بتكمل دكتوراه ببلاش، طبعا بدفعوا رسوم بسيطة يعني أشياء بسيطة. الدراسة، العلاج، يعني برغم انه العلاج تعبان، بس انه يعني نوعا ما تدفع رسوم بسيطة. اولادك بالمدارس ببلاش، بعطوهم اكل، بعطوهم شغل، يعني في ميزات، بس في صعوبات، صعوبة بالسكن، صعوبة بالعمل، صعوبة بالتأقلم. انا بشغل في النظافة، قطارات، بواخر، شركات، مؤسسات، سوبر ماركتات، مدارس، نعمل نظافة في كل مكان. أنا دارس علم نفس وعلوم سياسية، عملت بدول الخليج في شركات الطيران والسكرتارية، سكرتير تنفيذي في كبرى شركات السياحة والسفر، وعملت بالأردن كمرشد طلابي، لدي بكالوريوس علم نفس وعلوم سياسية. لكن التحدي لما تيجي على هاي الدولة، إذا ما بديت من الأول واخدت إقامة من الأول، راح تضطر تشتغل في أي مجال. ها هنا المشكلة الكبرى،
انه اذا بلشت شغل يصير عليك التزامات وحسب نوع اقامتك. ففي ناس كثير بتضطر تترك الشغل عشان تاخذ الاقامه الدائمه، تترك الدراسه. لا لا، مو اجر، مو اجر، لا يبر بوتفوفوري تاج. نفس تخصصي بده دراسة وبده تفرغ وبده يعني بده وقت وبده لغة سويدية بطلاقة. فكان الحائل انه كان عندي اقامة عمل وكنت اشتغل ساعات شفتات، اشتغل صبح اشتغل ليل اشتغل ارجع. بدها الدراسة، بدها تركيز، وبدك تدخل للمجال. حتى اخذت الاقامة الدائمة قعدت بيجي 7-8 سنوات، وحتى اخذنا الجنسية بعد 8 سنوات. فيعني صار الواحد نوعا ما عنده دخل وعنده مشاكل سكن وعنده طفل جديد وعند تراكمت. فعشان هيك احنا بنحكي من البدايه. والله يبارك فيك. والله صار معي جنسيه صار لي 8 سنوات، وهي التلوج هون فندق بالمقابل. شايفين الفندق هذا؟ هذا فندق مرتب حلو كثير. Good morning from Stockholm. وكنت حاب أشتغل في مجال السياحة. أنا بحب السياحة، يعني بحب علم النفس وبحب السياحة، بس أميل إلى السياحة أكثر. بحب علم النفس أكثر شيء إلي، وأنصح الناس اللي حوالي أو أحاول أرشدهم. وأخذت دورات لايف كوتش، دورات في لايف الكوتش، دورات في التربية، أسس التربية. أخذت كورسات كثيرة. بس هون عشان تشتغل لازم تكون يعني مرخص في الأغلب، يعني عشان تشتغل قانوني قانوني لازم تكون مخلص مجتاز معادلات الشهادات ومتفرغ لهذا الموضوع. راتب بكفي. طبعا حكينا بالموضوع 20 مرة ونرد بنعيده. مشكلة التيك توك انه كل يوم بيطلع لك ناس جداد وبيسألوا نفس الأسئلة. يعني في ناس تشعر بالملل، توصل إلى مرحلة. فأنا عشان هيك بقول لكم ادخلوا على اللينك تري واقرأوا قصة سفري عشان ما أظني أكرر باللايفات. فأنا بحب السياحة وبحب السفر، وعندي معرفة تقريبا في مدن كثيرة في السويد، في حجوزات القطارات، حجوزات الطيارات، حجوزات البواخر. سافرت بالبواخر، سافرت بالطيارات، بالقطارات. فأنا أميل إلى مجال السياحة والسفر وعمل جروبات سياحية أكثر من يعني شغل علم النفس. حلو بس بده تخصص كتير وبده مجهود كبير وبدك يعني إنه حلو. أنا معتبره كهواية، علم النفس معتبره كهواية. إحنا من يوم ما ارتفعت الأسعار صار الواحد يلتحق كل شهر. والله ما هاي هي الغلاء، يعني البلد صارت غالية جدا. صحيح السويد صار فيها غلاء مو طبيعي. السكن ارتفع، الأكل ارتفع، الملابس، كل شيء كل شيء، تذاكر القطارات، المواصلات. والله النرويج أنا عشت فيها 2 سنين. يا إخوان الكرام ما في اختلاط كثير عشان تقدر تحدد. يعني اختلاطك في الأغلب بهاي الدول في العمل، بعد العمل يعني يا دوب تحكي مع حدا، تحتك تشتري شغله. ما فيها العنصريه اللي يعني اللي تقول والله بدي اترك البلد عشان العنصريه. لا بكذب عليكم، ما فيها العنصريه. اقول لكم متى بتظهر بالسويد؟ ممكن مرات لما تيجي تسكن اندر هاند ويعرفوا انك اجنبي، ممكن لما تقدم على وظيفه ويعرفوا انه اسمك محمد او محمود او متحجبه. في هاي الاماكن قد تظهر العنصرية، لكن في الحياة العادية وانت بالشارع وانت بتتمشى وانت بالمحل وانت بتشتري نادرا. طبعا هنا الانكو من افخم المجمعات، يعني منعزل عنا، هو منعزل عنا واحنا منعزلين عن بعض. حقيقة الجو اولا بيلعب دور. بالصيف
روح عند البحيرات، روح على الطبيعة، بتشوف السويديين بركضوا بيلعبوا بيطلعوا مجموعات، روح على حديقة هرنشتول بتلاقيها فل. الجو أولا مش بس السويد، السويد النرويج فنلندا نادرا ما تشوف ناس بالشوارع في فصل الشتاء، بس بوسط المدينة. فطبيعة الجو محدد الموضوع. هم احنا العرب هنا في السويد نادرا نجتمع مع بعض، يعني احنا العرب مش عارفين نجتمع مع بعض. العرب اللي عايشين بالسويد اصلا هم كمان منعزلين، غاروا منهم قالوا هم منعزلين. لا باطل، واحنا كمان بدناش نشوف بعض. احكولي عن الجاليات العربية بالسويد، مين جالية عربية كل أسبوع بيلتقوا أو كل شهر بيلتقوا؟ والله ما أنا شايف، يعني أنا بتابع الفيسبوك. زمان كنا نسمع شوي الجالية العراقية الجالية المصرية يعملوا حفلة يعملوا لقاء يعملوا عرس، هلا بطلنا نشوف. في المرة صار لي كم من سنة، زمان كنا الجالية الأردنية على جالية فلسطينية، هلا كل من ايده له قاطعين بعض. كله مشغول، وبعدين حسد وغيرة، وهذا اشتغل وهذا ما اشتغل. للأسف يعني مو زي الجاليات العربية نوعا ما، ممكن بأمريكا أو ببريطانيا. فهون الناس أغلبها شغالة شفتات ومو فاضي كثير، رغم إنه فيه يعني بيقدر الواحد يخلي جمعية مفتوحة طول الأسبوع. وقت أنا بكون معطل بروح بقعد لي ساعتين ثلاث، أنت معطل بنروح نتلاقى بنشرب شاي بنحكي شوي عن مشاكلنا عن حياتنا بندردش نشرب قهوة بنفطر حمص وفول عند أبو السعيد. الصوماليين السودانيين نوعا ما كويسين متعاونين. الصوماليين والسودانيين واليمنيين نوعا ما هدول في الغربة متكاتفين، يعني لاحظت عليهم الجاليات الأفريقية تحديدا إرتيري أثيوبي في لهم جمعيات بروحوا. حتى الأتراك بكونوا عاملين غرف خاصة بالجامع، بقعدوا بيشربوا شاي بيسولفوا بدردشوا. جوامع الأتراك مرتبة اللي بيعملوها بالسويد كثير حلوة، وعندهم غرف وعندهم مكاتب بقعدوا بعد الصلاة، بينزلوا الختايرة الكبار بالعمر الشباب لتحفيظ القرآن زي جامع فتية، تلاقيهم بخلصوا الصلاة بينزلوا بقعدوا مع بعض. صباح الخير، صباح النور. الله يسعد صباحكم يا رب. من جالاريان ستوكهولم، الجالري الأزرق، صباح الورد. فالجاليات العربية يعني هون بتشعر حالك ضائعة. بدي أحكي لكم عن فرق الحياة، الشعور من ناحية شعورية، من حياتي لما عشت في دول الخليج وحياتي في السويد. شو الفرق؟ شو الفروقات اللي أنا شعرتها؟ والله يا إخوان الكرام، كل إنسان يعني عنده تجارب بالحياة. أنا في دول الخليج في السعودية اشتغلت 4 سنوات، فاشتغلت في شركات وكان يعني نوعا ما إلي مكاني، يعني المكانة بتلعب دور. يعني أنا كنت سكرتير مدير الشؤون الإدارية لمجموعة وكالة الطيار العالمية في الرياض. يعني أنا كنت بيني وبين المدير العام مكتب. فكان عندك شعور إنه أنت قاعد بمكان وموقع إلك أهمية. كنت أشعر بأهميتي في الشركة. الناس تيجي بدها إجازات تتواصل معي، الناس بدها سلف تتواصل معي، الناس بدها انتداب تيجي تراجعني. كان الواحد لساته عزابي، فكان إنه الواحد يقول لك أوروبا وما أوروبا، وكان الواحد مو فاهم قصة أوروبا في موضوع المكانة وشعورك بالمكانة. يعني بعض الناس ممكن إنه شايف دول الخليج إنه هو ممكن حسب الوظيفة بتلعب دور. الوظيفة تلعب دور. يعني انت هون لو انك بالسويد ممكن دكتور، مكانتك تزيد بالمجتمع، شعورك انت نفسيا داخليا تشعر انه انت لك اهمية اكثر في الحياة.
لكن لما يعني حقيقة إخواني الكرام، الوظيفة لها وزن غير الراتب. يعني ممكن أنت تأخذ في السويد ممكن 50,000، وظيفتك على سبيل المثال ممكن تكون نجار، ممكن تكون شغال أنت في الخليج العربي سيلز مان وتطلع نصهم، بس أنت مدير مبيعات، بس بتشعر حالك أنه أنت يعني مدير مبيعات، فبتشعر حالك نوعا ما أنه أنت في لك أهمية. هون للأسف يا إخوان الكرام صعب جدا أنك تصير مدير. في أوروبا صعب أنك أنت تصير مدير أو مسؤول، قلة قليلة جدا، هدول يمكن اللي بتشوفوهم أكثرهم مدراء أو مسؤولين، أغلبهم يا قديمين جدا جدا وإجوا أخذوا إقامة من أول ما إجوا على البلد ودرسوا، أو أولادهم. يعني أنا زي أولادي، ممكن ابني يصير محامي، بنتي تصير محامية أو طبيب أو مهندس، هدول ممكن اللي بتشوفوهم بتقول آه طب ما هي في أطباء، طب ما في مهندسين، بس اللي بيجي كبير بالعمر بتلاقيها صعبة عليه. اللي بيجي عمره 40 و50 على السويد، طبعا هون بيعلموهم التزلج إخواني الكرام، هون قصدي التزلج، التسلق، هذا المكان بيعلموهم التسلق. آه السودانيين والأرتيريين والصوماليين ما شاء الله، أنا شفتهم حتى في رومانيا بيساعدوا بعض بطريقة خرافية. يعني كان بس يجي السوداني أو الصومالي، بالذات السودانيين أنا عاشرتهم في رومانيا، يقول لك بس دلني على السودانيين او اليمني، انا كنت استغرب، بس يقول لي اليمني يتواصل معي، يقول لي بس عرفني على واحد يمني. ايه يا رجال، احنا اجينا على السويد وبنعرف شباب ممكن من فلسطين ومن الاردن، ويا دوب قادرين يقدموا لنا خدمه. يقول لك دبر حالك، يقول لك دبر حالك زي ما انا دبرت حالي. لكن اخواننا الصوماليين السودانيين وجماعه افريقيا في تعاون بيناتهم غريب جدا جدا. يعني كان الواحد يجي يقول لك بس دلني على واحد سوداني يشغلوه ويزبطوا اموره. ما بعرف، انا القصص هاي اكثرها قديمه، ما بعرف لحد الان مدى تعاونهم السودانيين الموجودين في السويد. الصوماليين ما شاء الله متكاتفين، دائما في المناطق اللي عايشين فيها بيبنوا جوامع، فدائما بتروح على المنطقه اللي فيها صوماليه بتلاقي لك 3 4 مساجد، وبتلاقيهم بيعلموا أولادهم القيم والأخلاق والعادات الصومالية، وبيحبوا بعض وبيساعدوا بعض كتير ومتكاتفين. يعني بتشعرهم حتى هم مش مندمجين مع المجتمع كاندماج كامل، يعني هم عاملين لنفسهم مجتمع تاني. يعني أنا بلاحظ خصوصا الصومالية اللي موجودين هنا، أنا عشت في رينكبي وأغلب اللي موجودين في رينكبي صومالية، بقعدوا بالقهوة مع بعض وبيسوا أولاد عم بعض وأولاد قرايب وبجيبوا بعض. يعني حتى في كندا كنت تسمع زي هيك، عندهم طاولة خاصة صومالية مش عارف ارتيرية او اي جنسية افريقية، كل فترة بخططوا يجيبوا واحد من بلدهم، بيرتبوا له ترتيبات وبيعملوا له وبيجيبوه. فهم عاملين مجتمع داخل المجتمع الغربي. اليمنية اكيد، اليمنية انا كان عندي اصدقاء في بريطانيا ودول اخرى، الشعب اليمني يعني رائع جدا، شعب طيب محترم حباب كتير، والأكل تبعهم كتير طيب. أنا تفاجأت في الأكل اليمني في بريطانيا، أكلت بمانشستر في مطعم يمني، ورحنا حتى معنا كانوا طلاب من تركيا ومن تشيلي، رحنا مع بعض على مطعم يمني في شارع العرب في مانشستر، انصدمنا من القعدة الحلوة على الأرض. طبعا أنا أكلت مطاعم يمنية بالسعودية، والله يا اخوان الكرام يعني عندنا ذكريات رائعه جدا. وكلت في مطعم يمني على ما اذكر كانت في مدينه ادنبرا ولا جلاسكو ناسي، رحت على مطعم يمني بس شفت يمني رحت ركاض، الاكل الرز تبعهم زاكي. والله بريطانيا كنت اول فتره رحت على بريطانيا كنت ارجع على الاردن اتزوج، تاني مرة صار انه ما اخذوا كل العائلة اقامات، يعني اخذنا نصنا اقامات، يعني لانه الاهل ما راحوا زيارة ولا مرة، فانا والاولاد اخذنا. وبعدين مو متشجعين كتير لانه الاهل بيشتغلوا، ففي ظروف منعتنا انه نروح. المدام بتشتغل، بنتي بتشتغل، ابني كان بيشتغل في مدرسة، فصارت شوية ظروف فمنعتنا من انه نروح.
ونرجع على بريطانيا. رائد انت بحبي طلعه نشوى كافيه. ريان والله نحب نطلع نشرب قهوه. احنا دائما نقول لكم تواصلوا معنا عن طريق، في عندي بالواتساب مجموعه سافر مع رائد، لانه انا شغلي متنوع لازم نتفق. يعني انا هلا خلصت شغل، انا طالع من البيت من الخمسه، انا قايم اربعه وثلث، فلازم عشان نشرب قهوه نرتب. يعني هلا بدي الف المجمع واروح على المحطه واروح اعمل لي فطور حمص فول فلافل وافطر واقعد مع الاولاد شوي، اللي عنده دوام الساعه واحدة واللي عنده دوام الساعه اثنتين، وبعدين الساعه ثلاث اربع او اربع ونص بطلع عندي شغل مسائي ثلاث ساعات في هيلينا لوند. السؤال المليون، ماذا تعمل؟ والله اذا حاب تقرا القصه كامله ادخل على اللينك تري. انا بشتغل في النظافه في شركتين، كنت زمان شغال، بديت حياتي في السويد اشتغلت في شركة البواخر فيكينج لاين، اشتغلت فيها 8 سنوات. نعطيكم الملخص السريع، ركز بالملخص عشان اذا بعدين حدا طلع باللايف سأل شو بتشتغل تحكوا له الملخص. اول ما جيت على السويد قعدت بيجي سنة سنة وشوي في قرية اسمها ستورو، طبعا جينا على مالمو وقدمنا لجوء، ومن مالمو اتوزعنا ولندزبيري وفيلينجز برو الى اخره. المهم قعدنا بسنة وإشي، بعدين جيت على ستوكهولم سكنت برينكبي، اشتغلت في شركة البواخر فيكينج لاين. فيكينج لاين اشتغلت فيها 8 سنوات. تعرفوا البواخر سندريلا وأموريلا وجابرييلا وماريلا، كنا نطلع عربيس ريسا وكنا نشتغل بالمكاين ونعمل دانس جولفيت ونعمل بولينينج ومولينينج وكومبي وجميع المكاين، وننظف الغرف ونعمل ستور ستيدا. شو بتخيل عليك نظافة جوا البواخر، الباستو الساونا الهيس المصاعد كنا نعمل. بعدين انتقلنا الى شركة الاسي، شركة القطارات بين المدن والقطارات الداخلية الخارجية، فصرت اطلع بالقطارات، اشتغلت بشركة القطارات 8 سنوات. صار في اخر السنوات طبعا كانوا يشغلونا بالاسبوع ليلة، وانا بحبش الشغل الليلي. وصلت السويد عام 2007، بس أنا جيت قبل بال 2003 وما نصحوني بالسويد، قال روح على النرويج. زي هسه أنت هسه قاعد بتفكر روح على النرويج، روحنا على النرويج، النرويج ما بتعطيش إقامات، صعبة جدا النرويج. من 2003 كنا بالنرويج وجينا على السويد على ستوكهولم، وروحنا على سودورتاليا ونمنا لنا ليلة ليلتين. الناس اللي هون قالوا روحوا على النرويج، النرويج فيها مصاري أكثر، فيها حياة أحلى وطبيعة وجمال وجميل جمال ملوش مثال. ولا تسمع كل الكلام، لكن عليك أنك تتحرى بنفسك. رحنا على النرويج قعدنا سنتين. هلا دخلنا بقصتين، احنا قصتي كلها موجودة بالتفاصيل. قعدنا سنتين من النرويج لا إقامة ولا محزنون، طجونا نيجاتيف، وكنا يعطونا غرفة مشتركة، الحمام مشترك، المطبخ مشترك، النظافة مشترك، لازم عليك نظافة كل يوم، نظافة عليك ونظافة عمرتك، ومسكنيننا بهوستيل زي هوستيل. فكان السكن ضعيف ومنطقة جبلية وتلوج وبعيد عن أوسلو 600 كيلو، كان في قرية، فعشنا في قرية، قرية بعيدة عن مدينة تروندهايم 95-96 كيلو، وبتضلك وطوش وطوش بالكامبات بين البوسنيين واليوغزلاف والفلسطينية والعراقية. هاي لحمتي، لا هاي لحمتك، انت بتطلع عمرتي، انت بتطلع عمرتك، والقصص هاي والدواوين. ما ارتحنا بالنرويج بالمرة. النرويج حلوة للسياحة، لكن كإقامة وكحياة اذا ما كنت امورك هاي الكلاس وعايش بمدينة حلوة وعندك جميع الامكانيات، ف بلد بارد جدا، تلوج جدا، جبال، مرتفعات، متعب، مو سهل. حلو للسياحة، يعني هي النرويج وسويسرا يمكن تعتبر الأولى في شمال أوروبا ووسط أوروبا، وبعدين بيجي إيطاليا وإسبانيا هدول وفرنسا، لكن النرويج بلد سياحي للمعه مصاري للمقرش.
فبعدين جينا على السويد ورجعنا على، يعني قصة بدنا نقعد نحكي لكم اياها هسه، بس باختصار احنا تركت شغل القطارات اللي كان عندي فاست يوب 8 سنوات بسبب العمل الليلي، لانه صار يأثر على الصحة. وانا كنت حابب اني ابدا مشروع، فكره عرب السويد، نعمل رحلات ونعمل جاليات ونعمل لقاءات ونثقف اولادنا ونعلم اولادنا مهارات التواصل. اولادنا قاعدين بيعانوا من مشاكل، قاعدين نخسر اولادنا من السوسيال والقصص هاي. فكان عندي فكره مشروع عرب السويد، ممكن نعمل رحلات للاطفال، رحلات تدريبيه على مهارات التواصل، عشان والاسره والاب والام نعمل لهم الدورات، لانه للاسف قاعدين نخسر اولادنا لانه ما نعرفش نحكي معهم، ما نعرفش نفهم شو حاجاتهم، شو اللي بدهم اياه، ايش بيفكروا، شو مشكلتهم. بتطلع على مرتي ليه؟ 600 كيلو. اه والله كنا بعيدين 600 كيلو، كانت زوجتي حامل وقلنا لهم زوجتي حامل واعطوني تذاكر. والله يا اخوان الكرام حتى ما اعطوني تذاكر لاوصل للقريه اللي انا عايش فيها. والله واحد نرويجي ساعدني، هو اشترى لي باقي التذاكر عشان اروح على القريه. قطعنا 600 كيلو، كانت زوجتي حامل بالشهر السابع، الشهر السادس، لانه ولدت بشهر 11 في النرويج. كانت زوجتي حامل، ودوني على قريه بعيده 600 كيلو تقريبا عن اوسلو. بدك اول شيء توصل على مدينه تروندهايم، ومن تروندهايم تاخذ باص 95 96 كيلو، يعني ساعه ونص الى ساعتين، وتستنى الباص حتى يجي، تستنى الباص حتى يجي. فكانوا حتى التذكره قاطعين اياها بس لتروندهايم. والله شغل البواخر حلو، بس بنفس الوقت متعب، متعب بشغلة انه تشتغل باخرة بتريح، بتطلع الساعة 5 الصبح بتداوم لك ساعة ساعة وربع، بعدين تستنى للباخرة من الساعة 10، هذا الوقت رايح، بعدين تشتغل من 10 للـ3، بعدين تستريح ربع ساعة، بعدين تشتغل من الباخرة للخمسة وربع، بعدين بتريح لك ساعتين، بعدين تشتغل الباخرة. هذا إذا اشتغلت الأربع بواخر، للساعة 8 بتروح. ما عشان تأخذ إقامة عمل لازم تشتغل. طابور الصباح. جاك هاتر سنو. والله انا حتى اولادي صاروا يكرهوا الثلج ويكرهوا البرد. هاي السنه ما بعرف في حمله كراهيه للثلج ستوكهولم. هاي السنه ما بعرف العالم كلها كرهان الثلج، بالرغم انه يعني مو هالثلج الكثير، في برد بس صقيع صقيع. احنا في مدينه ستوكهولم، يعني حتى الأطفال عندي السنة هاي ما بعرف، صرنا نحكي وندخل بحوارات بيقولوا لي بابا يعني تعبنا من البرد والثلج ومش قادرين نطلع، دائما بدك تلبس أواعي كتير. يعني حتى راحوا على الأردن انبسطوا كتير في جو الأردن، يعني راحوا بشهر 12 وكانت درجة الحرارة 20 بالأردن، فتفاجأوا قال لك 20 وشهر 12 كانت هون ثلوج. فعلا من اكثر اسباب قله عدد السكان في الدول السويد والنرويج وهاي الطقس. صباح الخير. ما هو اللي انت بتحكي هذا الحكي، انت شكلك مش عايش بالسويد او مش عايش باوروبا، اللي بيحكي البس جاكيت واطلع وانزل. لما تقعد بالشمسات هيك والاجواء وتكون لابس نص كم والعالم رايحه وجاي، هون بتقعد بيجي 5 6 شهور، انت من شهر 10 حتى الصيف مرات بنقضيه كله مطر، من شهر 10 لشهر 4 والدنيا برد برد وثلج او برد ومطر. تخيل بيجي 6 شهور بالسنه،
فصعب تحدي، بدك تكون جاهز لهذه التجربة. احنا صرنا 16 سنة ولحد الآن لسه المعاناة مستمرة. ونحن زرنا تركيا، أولادي نفس الشيء حكوا والله يعني حتى السويديين نفسهم كرهانين الثلج. يعني الشغلة هاي مش إنه يعني الإنسان بحب، سبحان الله بحب الشمس، الشمس فيها حياة، الثلج حلو للسواح، لو واحد جاي سياحة أسبوع يتصور له عند ثلجات ويمسك له فنجان القهوة بكيف على منظر الثلج، وبروح على دبي بفرجيهم صوره بالثلج، ولا بنيويورك ولا بلندن، أوه ما أحلى الثلج. طب تعال عيش، تعال داوم الساعة 5 الصبح، تعال جرب عيش الحياة، ودي أولادك على المدرسة الساعة 5 6 الصبح، وامشي بدرجة الحرارة ناقص 10 وناقص 15 عدة سنوات، بعديها بتعرف إنه الثلج هو من أكثر الأسباب قلة عدد السكان في السويد، في النرويج، في روسيا. روسيا اللي هي أكبر بلد في العالم قد أمريكا تقريبا مرتين، وأكبر من قارة أوروبا كلياتها، عدد سكانها 146 مليون. البرازيل عدد سكانها فوق ال 200 مليون. اليابان فوق ال 100 مليون. أندونيسيا فوق ال 200 مليون. شو الأسباب؟ أمونا إيه الأسباب؟ الطقس بيلعب دور كبير. الراتب بالساعة حسب العقد تبعك. احنا اول ما بلشنا بالبواخر قبل 15 سنة كان الراتب 102 كرون ونص، 102 كرون. لكن حاليا اغلب الناس اللي بيشتغلوا بالبواخر بياخذوا 155. هلا اللي بيشتغلوا بالبواخر الراتب صار هلا الساعة 155، صار تضخم. بس ايامنا إذا بتطلع بالشهر 12,000 كرون أو 13,000 كرون كانوا 2000 دولار. 13,000 أو 12,000 ونص، الحكي هذا قبل 16 سنة أو 15 سنة، كان ال 13,000 كرون 12,000 ونص كانوا يطلعوا 2000 دولار. الآن عشان تطلع ال 2000 دولار بدك راتب أكثر من 22,000. يعني صار فرق بالراتب 10,000، انت تقريبا عشان تعوض الراتب تبع ال 15 سنة. 155 لسه، بعدين الضريبة والقصص. يعني ما راتبك مثلا بكون 125,000، اذا انت ما اشتغلت اضافي وما اضافي بيطلع لك 20 19 بعد الضريبة، اذا ما كان عندك اوفر تيد، يعني ما كنت شغال لوردا سوندا. عادة إذا بتشتغل لك لوردا وحدة أو سوندا بيطلع راتبك 21 22 ألف لو طلع لك يوم من أيام السبت والأحد، فعادة بيطلع 21 22. ساعات متنوعة يعني حسب الخيمة تبعتك، ممكن يطلع لك 3 بواخر، ممكن يطلع لك باخرتين. هي الشغل بالبواخر مناسب للي بده يدرس. اللي بده يدرس وعنده إقامة دائمة أو عنده جنسية وما عنده التزامات كثيرة ممكن يروح يشتغل له لآخرة العصر لآخرة الليل. والله يا أخوان الكرام، إنه وقت ما كنت أشتغل بالبواخر كان الراتب يكفي، كان أجار البيت 4,000. هذا إيش لي من؟ كان أجار بيتي 4,200 4,300. كان يطلع البارن بدراج، كان عندي 3 ولدين، كان مش 3، فكان يطلع لنا مع مساعدة السكن ومع البارن بدراج، يعني كان يطلع لنا 17-18 ألف. 17-18 ألف هلأ يعادلوا 25-27-28 ألف. وكنت أشتغل لوحدي كانوا يكفوا. الآن راتب 22-23 ألف صافي ما بكفينا. الآن أجار البيت 10,000،
تقريبا 10 كهرباء كل شهرين ثلاثة بيجي 3000 كرون، موبايلات، كرت مواصلات. والله يا اخواني الكرام قبل 15 سنة ال 13000 مع مساعدة الأطفال كانوا يكفوا، كنا نوفر منهم وكنا ننزل إجازات على الأردن. الآن موصل الراتب في أشهر 23 22 24 ما بكفوا، الحياة غليت أضعاف تقريبا 10000 أجار البيت، أجار بيت مع كهرباء مع تلفونات مع كرت مواصلات. يعني بداية الشهر، طبعا أنا عندي كرت مواصلات مجانا، أنا بشتغل بشركة القطارات، أول ما تستلم الراتب بكون رايح منه 15 16 ألف سداد فواتير في قسط القطار تبعنا بطل ما اجى. أول ما نستلم الراتب 15 16 ألف، بين أجار بيت 10000، بين كهرباء 1000 1000 ونص كل شهر شيل، بين فواتير تلفونات إلك وللأولاد وللعيلة 1000 كرون، بين كم هم 300 400 كرون، بين إذا أنت شاري لك كنبيات شاري لك تلفزيون بالتقسيط كل شهر تدفع لك على لابتوب 1000 و2000 كرون، كرت للولد للمدرسة، صار إيش، ملابس، أكل. يعني بالميتة بالميتة، إذا أنت عندك ولدين ثلاثة زي حالتي وأجارك 10000، يا دوب ال 20000 إذا أنتو كنتوا عيلة اقتصادية يا دوب يكفوكم، إذا ما في مطاعم ما في طلعات وتطبخوا دائما بالبيت ولا بتروحوا كوفي شوبات ولا قعدات، والأواعي اللي بتشتروها أواعي بسعر معقول مش من ماركات عالمية، يا دوب يكفوكم ال 20000. شخص واحد في العيلة يعمل ما بتكفي، حاليا شخص واحد بطل يكفي. أنا زمان كنت أشتغل لوحدي وكان يكفي ويزيد، كانت راتبي 13 14 ألف أول ما بلشت، كان عشان إقامة العمل كنت أشتغل إضافي أطلع 16 17، بس كانوا ال 17 ألف زمان قبل 15 سنة كانوا يطلعوا $2500 $2600. قبل 15 سنة اللي بتاخد 17 ألف كرون كانوا 2500 $2600، فكان يكفوا. كان يطلع علينا كهرباء 200 كرون، أجار بيت ب 4300، سكنت برينكبي، سكنت بهيسلبي جورد، سكنت بهيسلبي ب 6300، كهرباء 200 كرون هي 6500، كرت المواصلات كان ب 600 700 كرون. والله يا اخوان الكرام كنت اوفر، كنا كل سنتين ثلاثة ننزل على الأردن، كانت زوجتي ما تشتغل، زوجتي مش عارف من 5 6 7 سنين بلشت تشتغل، يعني تقريبا 9 سنين كنت أنا بتحمل كل المصاريف. طيب اخوان الكرام بارك الله فيكم، إن شاء الله يوم سعيد، وإجا قطارنا لنا لقاء إن شاء الله في أمان الله. السلام عليكم، شوفوا قناة اليوتيوب، ادعمونا قناة اليوتيوب والإنستغرام والحركات، ادخل على اللينك تري اكتبوا لنا تعليق قول لي أنا دخلت القاعة الجديدة. نصبح عليكم ونقول لكم صباح الخير ونقول لكم باي. صبح صبح، جايين من الساعة 4 الصبح. يسعد صباحك يا رب. في حدا صاحبك كثير زينا ولا فطلان؟ الله يسعد صباحك يا رب، صباح الخير صباح النور صباح الورد، إن شاء الله يوم سعيد علينا وعليك. هاي الشركة احنا شغالين، وين الشركة؟ مش الشركة في الشركات، هاي الشركة شغالين فيها، شغال بالامتيار الحمد لله، يعني نشكر الله. بس زي ما حكيت لكم الفرق بدول الخليج، انا كنت عندي ما يعني النظره لك كانت انت شبه مدير، هون انت بتشتغل يعني هون اكتسبت خبره، يعني جربت نفسي يعني في مجالات كثير، تعلمت على جميع ادوات النظافه، اشتغلت بالفنادق، نظفنا طيارات، نظفنا بواخر، نظفنا قطارات خارجيه قطارات داخليه، فالحمد لله يعني الحياه خبره، الانسان لازم يجرب حاله. ويوم سعيد وتصبحوا على خير، روحوا افطروا والله جوعان، كابسة معي بدي صحن فول نووي، صحن فول صحن فلافل وقلاية مندورة، أحلى فطور في العالم. باي باي، السلام عليكم.